عادي ها يقول انا جبر طار مني طار اخي طار وين عبد العزيز رباح خلي ترى ما شاء الله مثقف خلي يجي يعلم علي هذه اللغه البيضاء يا ليلي لما عود علي هذه عيبي اي لاف يو سو ماتش عيبي كيف تكلم باللغه اللي انا ابيها شيرش خلوه يتكلم باللغه اللي ابيها لا 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 ها خلي يتكلم زي ما يبي انت وش دخلك ايه عادي لا 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 غلطة غلط غلط وقع خارج على القاموس هم يفهمون انا وش اقول ايش اسمه؟ ايش اسمه اتحداك؟ مستحيل علي هادي يتطور انت ايش قلت؟ القاموس لا لا ما قال القاموس الغاموس ما قال الغاموس؟ انطقه خطا هو وش قلت؟ ايش انا قلت؟ ما ادري انا ايش قلت؟ ما قلت قولها مرة ثانية طيب. لا انا بس بجاوب على في مناسبة القرآن هذا صح قرآن يمكن تقولها في لكن المنطقة الحقيقية قرآن منطقة الحقيقية ايش؟ قرآن 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 ايه بضبط تقولها انت عجل قرآن لا دي الالف المكسورة ما تتعدى تكلم بهدوء تكلم بهدوء لا انا فاهمه وانت مستعجل ريلاكس ريلاكس انت قلنا قران بس انت مستعجل قران هو الذي تتوقف انت تقول قران انت وانت تسولف قلت انت قران انت تتذكر بس هي سريعه صح ولا صح؟ صح والله اني اقولها جد وهو اللي يسولف لا شوف شوف هو يدخل في التجويد يقول قران يعني يقول قران كذا غلط عليه يدخل في التجويد التجويد هذا كتابتك القرآن سعود يسوي فيها فاهم لا دقيقة لا لا والله جد وش ده يعني القرآن مثلا قال أنا وش الآية اللي فيها قال غال أي آية قل هو الله واحد أي قل هو الله واحد إذا قال قل هو الله واحد هل تدخل في التجويد ولا ما تدخل ولا عادي لا مش عادي قرأت غلط يمكن تأتي بالمعنى ثاني ها شفت يمكن يكون يمكن الحين أنا تيجي معنى ثاني تيجي معنى ثاني غل غل أوف ها شفت يعني إذا الحين في التجويد لازم تقول قاء قال قل ها بلي طيب اسمع اقرا قل الله واحد قل هو الله واحد قل هو الله حلو ايه بس انه بعض الكلمات ما ادري يا اخي والله انها مضبوط وصحيحه ولكن انتم ماسكين براسكم على الاشياء اللي قد سمعتوها وكذا يا الله يهديك ما قد سمعت شيء انا ما قد سمعت شيء يعني انا والله ما قد سمعت انا ما قد سمعت شيء الحين نبرر في هذا الحق سعد عبد العزيز عد 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 لاني مستغربه على ان والله في ناس نعرفهم انا يقولون يا واجد والله انت عد لين تعجز ايمن ايش لاحظتها فيه ايمن يقول لان الساحل تقول انت الساحل هذا الساحل كله لين توصل الكويت ساحل عمان طيب اهل عمان قران غران قران خطأت قلنا لك قران انا عد بس عدلت عدلنا لك ولا انا اعرف لي واحد علينا الزوم يقول تحلط عاد الجلسه دي بعد اللهم لك الحمد لله العافيه والنعمه اللي فيها